انا عندي هنا حاليا اقدم تليفون عندي اتعمل في شركه اريكسون سنه 1895 موجود عندي، وعندي التليفون اللي هو اول تليفون اتعمل في الكابينه شمعدان اللي هو كان بيتمثل بيه شارلي شابلن، وعندي التليفون اللي مثل بيه شارلي شابلن في السينما الصامتة، وعندي تليفون انجليزي انجلاند، وعندي تليفون جيرمان، وعندي تليفون الخاصيه بتاعت الملك فاروق. يقول لما بيجي بيتفرج على التاريخ، على الحاجه القديمه. بس لو في حد عنده حاجه بيعرضها عندنا احنا بنعرضها له عادي، بس احنا بنحب نحط الحاجه بحيث ان انت لما تيجي تتفرج على الحاجه القديمه عندنا، بحيث ان احنا بنبقى شغالين فيها من اولها لحد اللاسلكيات. ويعني يجي قريب كان عندنا كام شاب وجم يصوروا، والنبي يا عمو ممكن اتصور جنب التليفون تنزله واتكلم فيه واتصور كده وانا ماسكه وبتاع وكده. بقول له يا ابني طب ما انت معاك المحمود. بقول له يا ابني طب ما انت معاك. قال لي لا يا عمو انا بحب الحاجه القديمه، انا بحب اتصور مع الحاجه القديمه. تليفون حاليا دلوقتي من 1895 و 29 اكتوبر 1895 مكتوب عليه اول تليفون عملته شركه اريكسون. عندي تليفون تاني لما كانوا بيحطوه في مكتب التلغرافات في الكباين، اول تليفون اشتغل في الكباين. في تليفون مصري اتعمل في مصنع 45 الحربي، كان بيتجمع في مصنع 45 الحربي بتصريح من شركة أريكسون بالسويد. كان عندنا التليفون في البيت، وكان الشارع عندنا كله مع الرقم بتاعنا. كان أي حد بقى يجي والنبي فيه هنتصل، طب والنبي ادينا فلان ونبعت الولد ويجي بتاعه وينده لهم، وتفضل المكالمة قاعدة قد كده. العصر الارضي كان في نقول ايه بقى، نقول في ادب، كان في حاجات حلوه جدا.